نبدأ بآخر الإحصاءات، إحصاءات المقدمة من مكتب الصرف. الفاتورة الطاقية للمغرب تنخفض بنسبة كبيرة ما تم أبريل الماضي، نسبة تقدر ب 25.6%. عبد الله، انخفضت الفاتورة الطاقية للمغرب إذ بلغت 15 مليار درهم ما تم الشهر الماضي مقابل 21 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2015. وعزت إحصائيات مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض التزود بزيت النفط الخام بناقص 100%. أشار المكتب كذلك إلى تراجع غاز النفط ومقتنيات زيت الغازوال وزيت الفيول، مسجلا أنه بالرغم من تراجع المنتجات الطاقية ارتفعت الواردات بنسبة 4.2%. دائما بالحديث عن أرقام مكتب الصرف، العجز التجاري بالمغرب تفاقم بنسبة 6.1% عندما تم شهر أبريل الماضي. تماما عبد الله، سجلت المبادلات الخارجية للمغرب عجزا وتفاقما في العجز على مستوى الميزان التجاري بنسبة 6.1% ما تم أبريل 2016 وصولا إلى 52 مليار درهم. وأوضح مكتب الصرف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات سجلت استقرارا بنسبة 59.4% مقابل 60% نهاية أبريل 2015. ويرجع ارتفاع نسبة الواردات إلى الزيادة التي سجلت في شراء السلع التجهيزات والمنتوجات الجاهزة للاستهلاك وكذلك المنتوجات نصف المصنعة.